بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن بعض انواع الانيميا. احنا بنسمع بالانيميا نقص الحديد، بنسمع بانيميا الفول، بنسمع بانواع انيميا كثيره. في نوع من الانيميا ما بيحصل كثير، لكن هو بيحصل بسبب ديفكت في تصنيع الكربوهيدراتات، استغلاب الكربوهيدرات. ممكن اي احد يستغرب يقول الكربوهيدراتات علاقتها ايش بالانيميا، بس لا، في علاقه. ايش هو الانزيم ده؟ اسمه بايروفيت كينيز ديفيشنسي. البايروفيت كينيز ديفيشنسي ده نقص انزيم البايروفيت كينيز سبب الهيموليتيك انيميا، الانيميا التي تحدث بسبب تكسر الدم. فلو جاني سؤال انه قال لي البايروفيت كينيز ديفيشنسي كوز هيموليتيك انيميا، ترو ولا فولس؟ هي ترو. ليه طيب بيعمل العمليه دي؟ البايروفيت كينيز ده ليش بيعمل العمليه، وليه هو احنا قلنا انه موجود في الكربوهيدرات؟ اصلا عندي في الجلايكوليسيس، في التكسر بتاع الجلوكوز، ايش قلنا عندي هنا؟ بيكون عندي الجلوكوز لما بنصنعه بيكون عندي فوسفو اندو بايروفيت. الفوسفو اندو بايروفيت محل الاحمر ضي هنا، في انزيم اسمه بايروفيت كينيز انزيم، المفروض هو بيساعدنا ان نحول الفوسفو اندو بايروفيت لبايروفيت، ونطلع جزئين من الطاقه، من جزيئات الطاقه اللي هما 2 من الاي تي بي. طيب في حالتين انه كان في ديفيشنسي ما حصلت انا، هو طبعا المفروض وين بيكون موجود عندي؟ اصلا بيكون يا موجود في المسلز، في السكلت المسل ام 1، او في البرين او في المخ. وبلقى الام 2 بلقى في المص فيتال والادلت تشو، معظم انسجه الجنين والكبار، وبلقاه في الليبر، وبلقاه في كريات الدم الحمراء. طيب ده البايروفيت كينيز انزيم موجود في الاماكن دي، اكثر مكان من الاماكن دي وبيحتاجه هو الريد بلس سيلز. طيب البايروفيت كينيز انزيمز، طيب الاي ماتيور ريتيكولوسايت كان يوز الفوسفوريليشن باس واي تو برودوس اي تي بي، يعني لو الكريات الكريات الدم الحمراء الكسيرات الريتيك الكريات الدم الحمراء قبل ما تنضج لما تكون اي ماتيور، ممكن تستعمل الفوسفوريليشن باس واي على سنها تنتج اي تي بي. لكن المشكلة وين؟ المشكلة في كرة الدم الحمراء الماتيور إريستروسايد، ما عندها ميتوكوندريا، دون تخاف ميتوكوندريا. لهذا السبب تعتمد على الجلايكوليسيس في الإنرجي، محتاجة الجلايكوليسيس على سنة تنتج الإنتاج الطاقة. الحاجة الوحيدة مصدر الطاقة لها من الجلايكوليسيس، لأنه ما بيحصل في الميتوكوندريا وهي ما عندها ميتوكوندريا. في حالة البايروفيت كينيز ديفيشنسي، الأماون بتاعت الـ ATP produce is not matching the energy requirement. في حالة البايروفيت كينيز ديفيشنسي حسب الـ ATP اللي حتجي لكرة الدم الحمراء ما بتكفي لاحتياج الطاقة حقها، فتنتج منه كريات دم حمراء مشوهة. فلما تنتج كريات دم حمراء مشوهة ايش بيحصل؟ تروح على طول دي على الطحال، في الطحال بيحصل اكسترا فاسكولار هيموليسيس، يعني بكسرها برا الأوعية الدموية، اكسترا فاسكولار يكسرها وتظهر الأنيميا بكل أشكال الأنيميا. ده البايروفيت كينيز ديفيشنسي. طيب نشوف ثاني واحد من الإنزيمات اللي بيسبب لي نوع من الأنيميا، برضو هيموليتيك أنيميا، ده اللي هو G6BD ديفيشنسي. G6BD ديفيشنسي، نعمل دي ونعمل الثاني بعد بشوية.